تقديراً لمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وتثميناً للجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال. وافقت مجموعة العمل الدولية فاتف على حصول المملكة على عضوية في مجموعة العمل المالي كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر يونيو لعام 2019. وبحصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء في المجموعة حالياً 39 عضواً، ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين. ويعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز قدرته على مواجهة وتجاوز التحديات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية وإبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.